هذه النشرة يوم غضب في طرابلس تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين. وعلى رأسهم الشيخ أحمد الأسير. العربية تقفل مكاتبها في بيروت. فكرنا كذبة أول نيسان بالأول. عباس يستنكر هجمات الفلسطينيين ضد المستوطنين. الأمن عندنا يدخل المدارس ليفتش في المدارس شنط الأولاد إذا فيها سكاكين أم لا. حراس إردوغان يشتبكون مع صحفيين في واشنطن. وفي النشرة المجلس الدستوري يلغي التمديد للنواب. أهلا بكم. أثارت الدعوة إلى ما سمي جمعة غضب في طرابلس بعد صلاة الظهر اليوم تضامناً مع الموقوفين الإسلاميين وأحمد الأسير علامات استفهام حول توقيت هذه الخطوة وطبيعتها، ما استدعى متابعة أمنية لخلفياتها. وقد أدرجتها التفسيرات في سياق تحرك مشبوه يهدف إلى محاولة تسميم الأجواء في عاصمة الشمال. وقد انضم إلى هذا التحرك عدد من مناصري أحمد الأسير الذين انطلقوا من أمام مسجد البزر في صيدا إلى طرابلس. وشهد المدخل الشمالي لمدينة صيدا الأول إجراءات أمنية مشددة، حيث قام الجيش اللبناني بالتدقيق في السيارات ما تسبب بزحمة سير خانقة. وكانت هيئة الموقوفين الإسلاميين في سجن رومي قد دعت إلى هذا التحرك ضد ما وصفته بتلفيق تهم الإرهاب للشباب المسلم ولإيقاف ما تعتبره القتل البطيء للشيخ أحمد الأسير والمطالبة بالإفراج عنه أو نقله إلى المستشفى بسبب تردي وضعه الصحي. وللتذكير فأن أحمد الأسير إرهابي قاتل 17 ضابطا وعسكريا في الجيش اللبناني، وهو في سجن الريحاني يتمتع بكامل حقوقه ويعرض على الأطباء كلما دعت الحاجة. إذن انطلقت قبل قليل من مسجد المنصوري الكبير في طرابلس مسيرة تضامنية مع الموقوفين الإسلاميين في سجن رومي وسط إجراءات أمنية للحفاظ على سلمية التحرك. أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها وبعملية نوعية، أوقفت المديرية العامة للأمن العام بناء لإشارة النيابة العامة 4 لبنانيين وسوريا لتأليفهم شبكة فيما بينهم تابعة لتنظيم إرهابي. ولفتت في بيان إلى أنه نتيجة التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي وأنهم ناشطون في مجال تجنيد الأشخاص ولا سيما القاصرين، تمهيدا لتكليفهم بتنفيذ أعمال تفجير ضد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. وبعد انتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين. فوجئ العاملون في مكاتب قناة العربية وقناة الحدث المتفرعة عنها صباح اليوم بقرار إقفال مكاتب المحطة في رياض الصلح كليا. التفاصيل مباشرة مع حليمة طبيعة. حليمة، هل تبينت الأسباب لإقفال مكاتب العربية بهذا الشكل المفاجئ في بيروت؟ كاترين، للأسف إنها ليست كذبة أول نيسان. بالفعل قناة العربية في بيروت وقناة الحدث المتفرعة عنها أقفلت مكاتبها هنا في مدينة بيروت في وسط العاصمة نهائيا. الجدير بالذكر أن قناة العربية بدأت العمل في بيروت منذ العام 2003 وقد انتقلت إداريا وماليا إلى شركة أوتو برودكشن، وهذه الشركة هي من أقفلت مكاتبها هنا في بيروت. صدر بيان عن قناة
العربية تحدثت فيه عن أن هذا الاستغناء عن خدمات الموظفين هنا والذين يبلغ عددهم أكثر من 30 موظفا بين عاملين في القناة وبين عاملين في الموقع الإلكتروني تم الاستغناء عن خدماتهم لأسباب أمنية. البيان جاء فيه أن هذه يعني علاقة القناة بالشعب اللبناني مستمرة وتغطيتها للشؤون اللبنانية مستمرة وذلك من عبر مكاتب خدمات وبعض الصحفيين والخبراء هنا في لبنان، ولكن من عمل معها لمدة طويلة أو حتى جميع العاملين هنا تم الاستغناء عن خدماتهم. العاملون الذين خرجوا يعني وضعهم سيء، ربما نستطيع أن نقول إنها صدمة تلقوها دون سابق إنذار. استفاقوا صباحا، استيقظوا صباحا ووصلوا تم الاتصال بهم ليأتوا إلى مكتب العربية في بيروت واستلام رواتب عن 7 أشهر، 3 منها تعتبر كإنذار و4 كهدية مالية، ولكن هذه الرواتب بالطبع لن تكفيهم لأنهم باتوا الآن في عداد العاطلين عن العمل. القناة بحسب بيانها وعدت أنها ستساهم في إيجاد فرص عمل لهؤلاء، ولكن يمكننا أن نقول أن هذه الخطوة بحسب بعض العاملين في قناة العربية ليست بسبب وضع أمني، يعني ليس هناك من خطر أمني يهدد العاملين في العربية و هم تعرضوا لمخاطر أكبر إن كان في أحداث 7 أيار أو حتى في حرب تموز أو في أحداث أمنية كبرى تعرضت لها مدينة بيروت وتعرض لها العاملون هنا في القناة، وربما تأتي هذه الخطوة ردا على العلاقة المتوترة بين السعودية وبين حزب الله، وخصوصا أنها جاءت بعد فترة وجيزة على يعني إعلان أو بث وثائقي حسن الذي تم إنتاجه هنا في مكتب العربية في بيروت. تم فرض على الموظفين عدم الحديث أمام الكاميرات عما جرى معهم وقد وقعوا على تعهد بعدم الحديث، ولكننا استطعنا بالسرقة أن نتحدث إلى أحدهم، سنستمع إليه ليقول يعني سنستمع إلى ما قاله لنا. كاترين، لا تلقينا الخبر صبحيه تقريبا صوب 9، انا اتصل فيه زميل لي. اول شيء انا مثل الكل يعني فكرنا كذبه اول نيسان بالاول ما صدقته، بالاخر اللي حولوا لي للمدير يعني بالاخر قالوا لي انه المحامي هون الاتش ار والمعاملات بلشنا فيها للتسكير اليوم فبدنا اياك تنزل على المكتب، وهي كانت. قد ايش صار لك تشتغل معه؟ صار لي تقريبا شيء 8 سنين انا. طيب هني قالوا ظروف أمنية، أنتوا شو بتعتقدوا الظروف اللي خلتهم يفجأة يسكروا المكتب؟ صراحة ما جابوا قصة الظروف الأمنية بالنسبة للموضوع، يعني سألناهم ما عندهم جواب حتى لإلهم، يعني هن ما عندهم جواب الأشخاص المعنيين، فبالمبدأ مش عارف شو الظروف يعني سياسية أمنية مادية ما عندي فكرة يعني. بس أخذتوا حقوقكم؟ لا يعني مش كل هالقد، بس أنه بالمبدأ يعني انه ما بيكفوك يعني تعيشي 4-5 أشهر هول من الحقوق. هيأمنوا لكم شغل تاني؟ لا لا ابدا لا. شكرا للزميله حليمه طبيعه كانت معنا مباشره من امام مكاتب قناه العربيه في بيروت. افادت وسائل اعلام فرنسيه ان انفجارا وقع في وسط العاصمه الفرنسيه باريس وتصاعدت اعمده الدخان وتم اخلاء المواطنين، ولاحقا أعلن أن الانفجار وقع داخل مبنى ويبدو أنه ناجم عن تسرب غاز. أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه يعمل على وقف هجمات الطعن الفلسطينية التي تستهدف الإسرائيليين، ولفت إلى أنه عرض الالتقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإحياء جهود السلام. وفي حديث للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي أعطى عباس تفاصيل عن سياساته الأمنية الداخلية، وأشار إلى أن قوات الأمن الفلسطينية تذهب إلى المدارس وتفتش حقائب التلاميذ للتأكد من أنهم لا يحملون سكاكين. عندما يذهب طفل حاملا سكين لا يأتي ليستشير أحد، حتى والديه حتى أخوه لا يسأل أنا رايح أحمل سكين وأمشي. لا يمكن أن تجدي شخص عاقل ممكن يجي ابنه ويقول له أنا بدي أحمل سكينة وأقتل، يقول له شاطر روح. لا يمكن. الأمن عندنا يدخل المدارس. والآن ننتقل لمتابعة تصريح النائب سامي الجميل من بكركي. سيدنا على الغداء بهالمناسبة هيدي يلي بدنا نأكد فيها عدة أمور هلأ بنحكي عنه، والشق الثاني له علاقة أكيد بأهمية هيدا النهار بالنسبة لنا، بكرة ذكرى
الكابوس اللي وقع على زحلة خلال الحرب اللبنانية ما سمي بحرب زحلة، ويلي سقط لحزب الكتائب فيها كم هائل من الشهداء دفاعا عن زحلة ودفاعا عن لبنان. ونحن بكل كل سنة منفكر ومنصلي من أجل شهدائنا يلي سقطوا بزحلة بهذا النهار. وسائبت هالسنة حبينا نجي نصلي على تمثيل شهداء الكتائب بزحلة كرمال نتذكر كلنا سوا التضحيات، نتذكر الألم يلي بعده لهلأ عم بيصيب عيال زحلوية يلي أبناء ضحوا من أجل زحلة بحياتهم. أما بما يتعلق بالغداء اليوم، نحن حبينا أولا نأكد على وقوفنا إلى جانب مدير عام جهاز أمن الدولة يلي منعتبره هو رئيس جهاز مثله مثل حيلا رئيس جهاز أمني بلبنان، حيلا مدير لمؤسسة وطنية كبيرة مفترض أنه يتم التعامل معه على هذا الأساس، ونحن ما رح نقبل أنه يتم التعاطي معه أقل من أنه هو مدير هذا الجهاز. وانطلاقا من هون أنا مني شايف بغض النظر عن كل الاعتبارات وبغض النظر عن كل الحجج، نحن مني شايفين بولا جهاز بلبنان أنه بيتساوى مدير بنيبه، هيدا بعد ما نشافت وهيدا الشيء ما رح نقبل فيه. لهذا السبب نحن حبينا اليوم نأكد قدام سيدنا وقوفنا إلى جانب هيدا الجهاز، بقاؤه استمراره، لأنه سمعنا كتير كلام عن محاولة إلغاء هيدا الجهاز وهذا شيء مرفوض بالنسبة لنا. وبنفس الوقت التعاطي بالمساواة وعدم التعاطي بفوقية مع بعض المسؤولين بالدولة اللبنانية. نحن بالنسبة لنا هذا خط أحمر، ورح ندافع عن هذا الموضوع داخل مجلس وزراء، وهذا يلي عملناه بالسابق والمدير مطلع على هذا الأمر، وهذا رح نستمر بأنه نقوم فيه بالجلسات المقبلة. بعد شهر ونص الانتخابات البلدية شيخ سامي، بقى شو عم تسعوا هون بزحلة؟ هل سعي لتوافق أو لا؟ هاي تاني نقطة نحن أكدناها مبارح ونرجع من أكدها اليوم. نحن من آمن أنه الانتخابات البلدية هذا شأن محلي، شأن إنمائي على أهل كل منطقة أنه يختاروا أفضل ما عندهم كرمالتا يجربوا يطوروا وينموا مناطقهم بظل غياب الدولة المركزية بالمطلق. أصبح دور البلدية دور أساسي بحياة المواطنين. لهذا السبب نحن ما عندنا حسابات سياسية ضيقة بالبلديات، نحن سياستنا بالبلديات هو دعم الناس يلي بيستحقوا بأنه عندهم الكفاءة وبيستحقوا أن يكونوا عم بيديروا مدنهم وضيعهم. ونحن وين ما كان رح نسعى إلى التوافق، لأنه هيدا النقطة الثانية بسياستنا، السعي الدائم إلى التوافق بكل المناطق. وثلاثة البرنامج، نحن بنتمنى أنه حيا لليحة بدها تنطرح تكون عم تطرح برنامج لتطوير الضيعة والمدن، وهيدا الأساس يلي على بناء على الاطلاع عليه بندعي المواطنين بأنه ينتخبوا هيدي اللايحة أو هيديك اللايحة. أما بزحلة نحن جايين لهون كرمال نأكد من هيدا الموقع بالذات وإلى جانب كل فعالية زحلة، نأكد أنه نحن ككتائب لبنانية بزحلة نحن عم ندعي للتوافق، عم ندعي على توحيد الجهود بزحلة إلى مصالحات كاملة وشاملة بزحلة. نحن جايين لهون تنقول بهيدا الظرف يلي عم بمر فيه البقاع بحالة اجتياح، لأنه في اجتياح عم يحصل بالبقاع، أصبح عدد السوريين بالبقاع يتخطى عدد اللبنانيين بالبقاع. نحن بحاجة إلى وحدة صف، نحن بحاجة إلى تضامن بين بعضنا البعض، ولهذا السبب نحن رح نسعى مع كل الفعاليات ومع كل المسؤولين كرمال نحقق هذا التوافق ابتداء من زحلة، لأنه مساق بأول نهار انتخابات بفتكر رح يكون بزحلة أجل لـ15 شهر. صحيح، مين بعد ما بلشنا؟ طولي بالك طولي بالك، كل شيء بوقته منيح، النوايا حسنة، في اتصالات وفي إن الله راد بوادر خير. المهم أنه كل شيء يكون انطلاقا من مصلحة زحلة، ضمير الوطني، كرامة كل إنسان تكون محفوظة، ونشتغل سوا كرمال نحمي هيدي المدينة يلي هي عزيزة علينا ويلي هي مدينة السلام، وبدنا إياها تبقى مدينة السلام. ما مش التوافق بزحلة،
الكتائب وين رح تكون ضمن ليش التوافق؟ ليش عم ندفن التوافق لا قبل لا ما يحصل؟ نحن رح نروح للاخر بالتوافق ولاحقين نحكي بالخيارات الثانيه، ما حدا بيحكي بالخيارات الثانيه قبل ما يعطي كل حظوظ نجاح التوافق، ونحن براينا هيدا التوافق بمتناول اليد وعلينا انه نعطي جهد كرمالتا نقدر نحقق هذا التوافق. ونحن بالنسبة لنا رفيقنا الوزير ماروني يلي هو نائب زحلي الكتائبة، هو يلي رح يعمل كل الاتصالات ورح يعمل كل الجهد كرمالتا نأمن هذا التوافق وكرمالتا نقدم لزحلي اجماع واحتفال كل الزحلويين، مش بكره بعد الانتخابات يكون في ناس زعلانين وناس مبسوطه، ان شاء الله بالجهد اللي عم نعمله كل زحله تكون مبسوطه بعد الانتخابات. شكرا. بدنا نتشكر الجندي المجهول اللي استاذ ميشيل ظاهر حضر الزياره. نشكرك على كل شيء يا استاذ ميشيل. اذا كان هذا التصريح للنائب سامي الجميل مباشره من زحله. في واشنطن اشتبك الحرس الخاص المكلف بحماية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نشطاء وصحفيين خارج معهد بروكينغز الأمريكي، حيث ألقى أردوغان كلمته. ونقلت مجلة فورين بوليسي عن صحفيين حضروا اللقاء تأكيدهم أن الأمن التركي أطاح بصحفي فيما تعرض آخر للركل، كما طرح ثالث أرضا. ونشر أحد النشطاء على تويتر فيديو يوضح كيف حاول مسؤولون أتراك إخراج مراسل من داخل المعهد، ولكن أمن المعهد منعهم من القيام بذلك. وذكر آخرون أن المسؤولين الأتراك حاولوا أيضا منع مجموعة من المتظاهرين معظمهم من الأكراد المقيمين في الولايات المتحدة من الاحتجاج. أزماتنا السياسية ومشاكلنا البيئية بدأت تجد طريقها نحو الحل، ولكن أخيرا كل أزماتنا السياسية ومشاكلنا البيئية بدأت تجد طريقها نحو الحل. فبعد نحو 3 سنوات على التمديد، قرر المجلس الدستوري إبطال قانون التمديد للنواب، وطالب باسترجاع المعاشات والمستحقات التي تقاضوها منذ عام 2013، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية. وفي خطوة أخرى انتظرناها منذ اليوم الأول لأزمة النفايات، تراجعت الحكومة اللبنانية عن اعتماد حل المطامر وأقرت خطة بيئية مستدامة تعتمد مبدأ الفرز والتدوير، وهذا ما سيوفر على الخزينة 500 مليون دولار سنويا. لكن مهلا، لا تستبشروا خيرا، فهذه المعلومات كاذبة وليست سوى أخبار يتمنى كل واحد منا لو حصلت سابقا. ففي مناسبة كتبة الأول من نيسان، قررت حملة طلعت ريحتكم نشر هذه الأخبار علها تذكر اللبنانيين ببعض من حقوقهم المسلوبة كالحق في الانتخاب والعيش في بيئة سليمة. أهلا بكم من جديد. نقلت صحيفة المستقبل عن أوساط دبلوماسية أن القيادة في طهران اتخذت قرارا قضى بإقصاء نائب وزير الخارجية حسين عبد الأمير عبد اللهيان عن منصبه كمؤشر حسن نوايا تجاه العرب. وأوضحت المصادر أن قرار إقصاء عبد اللهيان الذي اتخذ بالفعل ولم يتم كشف نقاب إعلاميا عنه بعد يندرج في سياق الرسائل الإيرانية الإيجابية في صندوق بريد العرب، باعتباره إقصاء لأحد رموز التشدد في السياسة الخارجية الإيرانية إزاء المحيط العربي والخليجي خصوصا. شارك الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في الاحتفال التكريمي للراحل الدكتور محمد خالد الزعبي الذي أقيم مساء أمس في مجمع عمر بن الخطاب التربوي التابع للجمعية الحميدية في حلبة. وأكد الحريري في كلمته حقوق عكار على الدولة التي هي خط أحمر، مشيرا إلى أن الرئيس سعد الحريري سيزور عكار شخصيا للوقوف على حاجاتها ومطالبها. لهؤلاء نقول لا مكان لتوطين أحد في لبنان، هذا محسوم في مقدمة الدستور. اتقوا الله بهذا البلد الذي مل من مزايداتكم الطائفية والمذهبية، اتقوا الله باللاجئين السوريين الذين هربوا من القتل ولن يرضوا بغير سوريا وطنا لهم.
ردا على تقرير بثته قناة الجديد أمس الأول حول صورة مركبة غير محتشمة لإحدى الطالبات، أوضحت مدرسة الفنون الإنجيلية في صيدا أنها اتخذت الإجراءات التأديبية اللازمة بحق أحد الطلاب، وتم طرد طالب آخر تبين تورطه في الموضوع، وأكدت أنها ستتخذ أشد العقوبات بحق كل من تثبت إدانته في القضية التي أصبحت قيد التحقيق القضائي. وأشار بيان صادر عن المدرسة إلى أن سلطتها على الطلاب تختصر داخل حرمها، وأن الإشكال حصل خارج المدرسة بين الطالبة وشخص غريب عن المدرسة، وهي منعت ومنذ سنوات ولا تزال استعمال الهواتف المحمولة داخل المدرسة، أما خارجها فلا سلطة لها على ذلك. المواطنة اللبنانية مريم حمود مهددة بالشلل وتنتظر الفرج ومن يعينها على إجراء عملية. وكأن على الفقير أن يعاني الأمرين، ليس من الفقر فحسب بل من المرض أيضا. فضيق ذات اليد تهدد اليوم مريم حمود بالشلل في حال لم تؤمن مبلغا يمكنها من زراعة عظم للورك. يعني قال الحكيم عندك نسبة 70% راحة من العظم، 30% إذا بيروح ما بعد ينزرع لك عظم، يعني بصير مقعدة بالأرض. أنا عندي ولد صغير عم ربيه، يعني حالتي صعبة كتير. حتى امبارح كنت عند الحكيم قال لي شو لأنت ناطرة ليموت الميت وتبكي عليه. وزارة الصحة قبل هلأ لما كنت بدي أحط بروتيز بدهم يحطوا لي البروتيز اللي سعره 800 دولار وأنا اللي حاطيته 8000 دولار حقه من 9000، وماشي حاله البروتيز بعده لحد هلأ ثابت، أنا عم بمشي بس عليه ما في عظم، في نسبة 30% بس. إنه إذا ما عملتها شو بده يصير فيه؟ شو بده يصير بابني؟ وجوزي شو بده يصير فيه؟ ويبدو أنه كتب على اللبناني أن يحرم حتى من أبسط حقوقه في الطبابة والاستشفاء كما يجب. ومريم نموذج من آلاف يعانون معظمهم بصمت من لا قدرة له على المطالبة. أهلا بكم من جديد. الفرنسيون يتظاهرون ضد مشروع تعديل قانون العمل، والحكومة تتراجع عن بعض نقاطه. هكذا واجه الفرنسيون مشروعا لتعديل قانون العمل، دافعوا عن حقوقهم وتصادموا مع الشرطة منددين بالقانون الذي يطالهم كعمال. وتخللت تظاهرات أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة التي واجهت الحشود بالغاز المسيل للدموع. وكان الطلاب الذين تواجدوا بقوة في الشارع في صلب حركة الاحتجاج الاجتماعية، وقد عمدت الشرطة إلى توقيف عدد من المتظاهرين الملثمين ووصفتهم بالمندسين. احتجاجات النقابات والموظفين والعمال أدت إلى تراجع الحكومة الفرنسية عن بعض النقاط الخلافية الواردة في مشروعها، خصوصا بشأن وضع سقف للتعويضات الخاصة بالصرف الكيفي. لكن النقابات المحتجة لا تزال تطالب بسحب الإصلاح بالكامل، مؤكدة أن هذا المشروع لن يؤدي إلى خلق وظائف، وسيعمم الشعور بانعدام الأمان الوظيفي، وسيفاقم التفاوت المهني لا سيما حيال النساء والشباب. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما التقى نظيره التركي رجب طيب إردوغان في واشنطن وسط توتر بين البلدين حيال مسألة حقوق الإنسان والأزمة السورية. وأوضح البيت الأبيض أن أوباما أكد مجددا التزام الولايات المتحدة بأمن تركيا، وأنهما ناقشا مساعي البلدين لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، علما أن البيت الأبيض كان قد أعلن سابقا أن الرئيس الأمريكي لن يعقد لقاء ثنائيا مع إردوغان في خلال القمة. تراجعت حدة الأزمة السياسية في العراق بعدما قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان تشكيلة حكومية من التكنوقراط، ما دفع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى إنهاء الاعتصام داخل المنطقة الخضراء المحصنة. ودعا الصدر أنصاره المعتصمين منذ أسبوعين أمام بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة إلى إنهاء الاعتصام. وقال الصدر داخل خيمة اعتصامه داخل المنطقة الخضراء إن العبادي قام بخطوة شجاعة إعلان تشكيلة وزارية كاملة عدا وزارتي الداخلية والدفاع ووضعها بين يدي مجلس النواب، وأضاف هذه واحدة من ثمار اعتصامكم وسيتم التصويت عليها في خلال أسبوع أو 10 أيام لا أكثر.
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم على ما يبدو صاروخا فوق البحر قبالة ساحلها الشرقي بعد ساعات من تحذير وجهه زعماء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان إلى بيونغ يانغ لإنهاء أعمالها الاستفزازية. وأوضح مسؤول عسكري كوري جنوبي أن المقذوف أطلق من منطقة قرب الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، مضيفا أن الجيش يحاول تحديد طبيعة المقذوف، فيما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية أنه صاروخ باليستي. كان في هذه النشرة يوم غضب في طرابلس تضامنا مع الموقوفين الإسلاميين. العربية تقفل مكاتبها في بيروت. كرنا كذبة أول نيسان بالأول. عباس يستنكر هجمات الفلسطينيين ضد المستوطنين. الأمن عندنا يدخل المدارس ليفتش في المدارس شنط الأولاد إذا فيها سكاكين أم لا. حراس إردوغان يشتبكون مع صحافيين في واشنطن. وكان في هذه النشرة المجلس الدستوري يلغي التمديد للنواب. في الختام شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.